وينو؟ عليك وينو؟ البنت مشوشة مش طبيعية. أحلى حبيبتي كاكاواوا بس 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 عيادتك ماما؟ اه شو عيادتك أحمر ولا أخضر؟ شوف أحلى أحلاها حلو يا حبيبتي. خلص روحي على شارع المطار العبي بالهاي واي. نقصنا مشوشين ما حد مشوش من الله. لا حول الا رب. أجت لي مترترة. أنت ليش لهلا مش لابس؟ ها بدي البس كل عيد. هو في غير البدله البنيه؟ راح ترجع فلسطين وانا اضل البس البدله البنيه. هاي لبسنا البدله البنيه. ها انت كل عيدك تعمل لي شر؟ خلص هينا عيدت يا ستي. خلص جاهز تفضحني قدام اخواني. يعني بدناش نعمل شر ولا شيء. خلص هاي لبستها جهزها. تروح اجهز الاولاد. روحي حبيبتي. الله عمري ما حبيتك في حياتي. الله عمري ما حبيتك. شو قاعد علي حبيبي؟ حبيبي ان شاء الله لقيت شريك. شاكر اخوي جاي بالطريق. ابو عمر جاي عيد علينا. ابو عمر اللي من جنين جاي علينا. هاي الاخبار الصادمه حبيبتي. قولي لي جوزي طرقوا فيروس كورونا جاب اجله وانتوا لابسين وجاهزين عشان تيجوا تزوروني. حبيبك انا مشان الله هذا بيجي من جنين بعطيك هالخمس ليرات كل سنه وبفطر وبتغدى وبتعشى وثاني يوم بوصلوا على جنين بكلفني 70 ليره. حبيبتي حسي فيي يا حبيبي. هلا بشوف. طيب حبيبتي انت والله بحبك على الطلاق. عمري ما حبيتك في حياتي. اهلا وسهلا يا اخوي. اهلا وسهلا. هلا يا اختي. الله يرضى عليك. الله يسلمك يا رب. تفضل تفضل هون. كل عام وانتم بخير يا اختي. وانت بخير وانت سالم. ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. امين. وين النضوى شاكر؟ والله النضوى شاكر طلع معه كورونا وعاملين عليه حجر بحضانة الاطفال. السلام عليكم. هلا هلا. كيف حالك خالك؟ شو اخبارك؟ الله يرضى عليك يا خالك. كل سنة وانت سالم. وانت سالم الله يسلمك. بعرفوا هذا الورد بارد وجهي لئيم بده يتعيط. يابا ايش؟ شو بتسوي هون يا زلمه؟ يابا شو بتسوي؟ يابا متخبي من النضوى اللي شايفه. هلا هلا. بدك تشوفني ماني عارفك يا اخوي. بديش اشوفك. كل سنه بتجينا مره من جنين عشان هالخمس ليرات يا اخي. بدناش اياها. بتيجي تفطر وتتغدى وتتعشى وبوصلك انا على جنين ثاني يوم 70 ليره بنزين. يا زلمه جيت على الاردن لاجله. إيه؟ والله انك ما بتستحي اصلا تستاهلوش الخمس ليرات لا انت ولا هي ولا هذا. اخرج برا. انا ايوه اخرج برا. طيب هيني طالع. عمركم ما بتشوفوا وجهي. كلكم اخرجوا برا. كلكم اخرجوا برا. اعطيتكم عين. الحمد لله على السلامة يا اخي. اهلا وسهلا. ويلكم ويلكم فور اندبندنس ايربورت. ويلكم ويلكم ابو كريم اندبندنس. تفضل. شو هذا؟ هذا اول خزوك في الوطن. طولت وقعد عليها انت. اهلا اهلا وسهلا. ويلكم ويلكم ابو كريم فور ذا اندبندنس كونفرسيشن. انا بحكي عربي ليش بتحكي انجليزي؟ انت حكيت لي جاي من فرنسا. يا سيد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف الكزيات؟ انا عندي ثلاث كزيات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تعرف يا ابو نسب صبتني غصه من حد ما طلعت من البلد. الك الله يا فلسطين. انا فلسطيني بحكي عن امريكا. اوكي اوكي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يخرب بيتك غلبتني هالنمره هاي. اهلا وسهلا. السلام عليكم حبيبي. كيف حالك عم اخبارك؟ خالك رزق ليل نهار. خالو خالو كل عام وانت بخير. كل يوم ايوه 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 كل ليله.
الله يعملها تحت ام عطوا 100 دولار حرام عايدو يا حرام مسكين حرامي سيارات حبيبي اطلع خليك على البوابه يا مسافر حبيبتي احلاها احلاها عمره كمان اطفال ملائك والله قطعت شرايين كلبي شو اسمها هاي؟ والله ما بعرف إيلين حبيبتي معطها 100 دولار حرام اطفال يا حرام مش عارف خذي إيلين 100 دولار كله سردين حبيبتي اطلع مسافر حسبها هلا والله بخالي حبيبي انا خالك رد لك الحمار هاد حبيبي هذا مهاجر ابني اهلين اهلين مهاجر اهلين يا حلاي بضل يعيط هاي خالو ابعتوا 100 دولار حرام هديه بضل يعيط لين خال خذ هاي 50 50 مسافر هيك على الباب مصحصح يا هامل حبيبي هلا هلا حبيبي انا هاي خالو حبيبي هذا خيمه حبيبي ابعتوا حرام والله حرام اسمه خيمة وفي أخوه سند شو اسمه بيجي زاوية الخيمة اللي بعده مسافر حاسب عبد الحليم حبيبي 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 هذا لاجئ يا حبيبي لاجئ حبيبي ابعته سهل ايش نازح يا لا في عنا كاتيوشا حبيبتي هذه بنت الصغيرة كاتيوشا يا حرام الأطفال حبيبتي معطى 1000 دولار حبيبتي يلا اطلع يا حبيبتي مسافر ابعت كلاشن لا كلاشن ولا ملاشن غلطة عمري اللي جيت على هالبلد اصلا قالوا لي ونصحوني تروحش على البلد بمص دمك هاي 100 شوارب اذا عمري برجع على هالبلد اذا ما اقول لك اذا موتت تدفنوني في هالبلد اصلا جيت من المطار عندكم وراجع من عندكم للمطار تفيح عليكم شو ماله هذا حبيبتي خلبك ما تجيبي لي كاسة مي حبيبتي موت عليكي ضل انت الوحيدة اللي ما لبستهوش على لبسك هي شو طبختينا اليوم؟ مجدرة ايه هذا جارنا عقيد البحرية بصر شو بده؟ الو؟ هلا سيادة العقيد يا هلا انت على الباب تفضل انا على باب الصالون عندك هلا شكرا جزيلا شكرا يا خلف الله عليكم يا خلف الله عليكم شكرا تفضل يا خلف الله عليكم تفضلوا بالجلوس تفضلوا ما لذ هالطفل ما لذك لذيذ الله يخلي لكم اياه الله يحفظك يا خلف الله عليكم يا خلف الله عليكم ليش ما جبت المدام معك سيد العقيد والله يا مدام احنا ما بنتجوز انا متجوز البحر الاسبوع الماضي كنت خاطب ناهر يا مره هذول تعين البحريه بيتجوزوش طول عمرهم بالبحار والمحيطات سيادتك شو اخبار البحرين الفلسطينيه اخر فتره كان عندنا مناورات مشتركه اسمها عاصفه الجمبري وانا كنت بما اني عقيد كنت شو جابك عندنا ولا حبيبي ما لد بسال شو جابك عندنا ولا عيب يا ماما عيب على الارض في حبيبي الله يخليك بضل طفل جاهل يعني ما لد هالطفل الد من الشوكولاته والله انا بدي اسال جيد عندكم الحمام هنا بيجي بيانو بانيو ولا بيجي مصرف ارضي هذا الشاور اللي بضلك تلحق عليه في الكشاطه ليش في شيء سيادة العقيد لا بس انا عشان عقيد بحب دائما بشتغل في مجال المياه بحب اسال دائما شو الوضع المائي للبيت اللي بكون فيه والاماكن المتوجهه حبيبي شو جابك عندنا ولا حول الله شو جابك عندنا ولا حبيبي ما لد ضل طفل هذا جاهل هذا مش طفل هذا عقرب هذا افعى الله لا يبارك لك على هالمسا حبيبي مش زعلان منك انا مش زعلان حبيبي انا غشاك شو جابك عندنا ولا زلمه عيب عليك احترم حالك ليه جاي عنا وليه جاي عنا يا زلمه انا عقيد كد الدنيا يا زلمه بخلعك فكع كندرتي بجيبك في البحر الميت يعني بخلي سمك الشرق اللي شوفي ليش تضربني عنه خلص يا حبيبي والله ماني زعلان منك انت شو جابك عندنا يا زلمه خلاص جابك عنا وشو جابك عنا يا زلمه يا زلمه انا لواء كد الدنيا يا زلمه انا شوارب بيشوفون الجراج مني جاك طفل كد بابوج حمام اللي جاي عنا احترم حالك يا اخي جاوبوا الولد بقول لك شو جاي عنا شو بدك منا جاوبوا يا اخي يا عمي جاي خلص الشاي عندي جاي ياخذ من عندكم مداليه شاي
عيب على شواربي إذا عمري بشرب شاي في حياتي، عيب على شواربي. إلا أنا أبو خرطق المناورات بحرية، طب إحنا برك سليمان ما وصلناهاش تنصل البحر. خلص حبيبي ما جاوبتيني يا مدام، عندكم بيانو بانيا ولا بيجي مصرف أرضي شاور بتضلك في الكشاطة تلحق عليه من هان ومن الزوايا وتوقف زاوية زاوية زاوية؟ وينك يا هامر روح على كل كلور الأرض ما نظف زناختك. بحني وبحني زاوية زاوية تخيب من أزنخك. أهلا وسهلا، تفضل. تفضل ارتاح. ما تعرفناش على حضرتك. اللواء غسان قائد سلاح الجو الفلسطيني. شكلك صاف الطيارة برا ونازل. ما عرفناش على الأخ. سيادة اللواء سامر مسؤول السكك الحديدية والمترو الفلسطيني. والله لو افكك ترامب كحلت لك. هلا جاي مسؤول ناسا. وينو؟ عليك وينو؟